صباح الخير على كل المصريين بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير. يا بص صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا جمانة، أنا أعتقد ما فيش صباح أحلى من كده. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر. ولما نقول 25 ديسمبر لازم نقول كل سنة وكل إخواتنا الأقباط بألف خير وألف صحة سلام عليهم يا رب دايما يعني. طيب زي ما احنا متعودين بنبدا اول حاجه في حلقتنا النهارده بسؤال تفاعلي. سؤالنا التفاعلي النهارده اللي موجود يا ريت حضراتكم تشاركونا فيه بتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بينا، بيقول ايه اكتر حاجه بتخليك سعيد وانت رايح الشغل؟ وهو ده السؤال اللي هساله لجمانة، ايه اكتر حاجه جمانة بتخليك سعيده وانت جاي الشغل خلاف اللي انت هتشوفيني؟ لا ده اكيد اهم سبب. ده اهم سبب اكيد ياخد بسال فكره في النهارده الحد، يعني بداية بقى أسبوع الشغل لناس كتير قوي. دايماً إحنا مواعيد شغلنا كمان صعبة شوية، بننزل في أوقات مختلفة عن باقي الناس، فلازم وإنت نازل الصبح تبقى عامل كده إيه لست أو روتين تقدر تحدد بيه كده اليوم هيبدأ إزاي. صحيح. بلطافة. يعني أنا مثلاً بالنسبة لي من أهم الحاجات ما أقدرش أصحى الصبح مثلاً على صوت عالي، يعني أنا على طول لا يعني فكره ان حد يصحى على صوت عالي ده ممكن من الحاجات اللي تقفل لي بقيه اليوم، فلازم اصحى كده على هدوء. في معانا 10 دقائق ربع ساعه كده ممكن ما نتكلمش فيهم، يعني لما تعمل القهوه بتاعتك وتغسل وشك بفوق لسه بالظبط كده، وتبتدي يعني تبتدي يومك، بعد كده بتصلي، بعد كده بتبتدي تحضر حاجتك، ويا ريت لو متحضره من قبل كده كمان يبقى الطف بكتير. صحيح. وبعدين بقى انزل في ليست بتاعت اغاني كده لازم تكون يعني احنا حافظاها، هي متحضره ومعروفه في الطريق وانا جايه الشغل. لو غلطت وفتحت الراديو للاسف مش عارفه ليه دايما الوقت ده بيبقى مرتبط بالاغاني الحزينه، انا ما اعرفش ليه. عارفه الشتاء والدفا؟ لا هو والله شتاء وصيف، هو الاغاني يعني الحزينه. لا الاغاني الحزينه دايما بتبقى مرتبطه بالاجواء الشتويه، ما تفهميش ليه. الصيف يبقى فيه بهجه واغاني بهجه، ما اعرفش هو يعني الناس اللي كانت بتكتب زمان كانت هي دي ده الكونسبت اللي عندهم اللي بيكتبوا على اساسه يعني، فتحس ان هو اغاني صيف تبقى بهجه وبحر واغاني عارفه انت كده فيها نوع من الهايبر شويه، اغاني الشتاء تحس ان فنجان القهوه نقعد نعيط كلنا. يعني اغاني صيفي واغاني شتوي، فبتبعدي عن الراديو بشكل عام وانت رايحه الصبح. لا على اي حال انا لا الاغاني بتاعتي كلها صيفي، يعني شتا صيف لا كلها صيفي عشان نبدا اليوم كده بحيويه ونشاط وتفاؤل. وبعدين بقى كمان لما تيجي الصبح لازم تقابل، بجد لازم تقابل وشوش كده بشوشه، لما بتقابل على الصبح حد وشه متضايق او مكتئب انا بحس ان اليوم عندي عارف ايه ده في ايه، يعني حتى صحيح. لو حد كلنا بيبقى طبعا عندنا ظروف وكلنا بيبقى عندنا حاجات احيانا مضايقانا، بس لطيف انه تبدا اليوم ببشاشه حتى لو في حاجه مضايقاك صعبه، ده اكيد. وفي احيانا بيبقى ممكن موقف صعب او موقف اكبر من ان احنا نتعامل معاه ببساطه، بس على قد ما نقدر خلينا حتى يعني نستحضر الطاقه الايجابيه والروح الايجابيه، خاصه لما يكون معانا ناس كمان في الشغل نتعامل معاهم، فبنلاقي بعد شويه كده الطاقه الايجابيه انتشرت في المكان والمكان روحه خفيفه والناس ابتدت تبتسم في وشوش بعض، فاليوم بيعدي لطيف. انت ايه بقى؟ لا أنا السؤال حسب، يعني تقولي ايه الحاجه اللي بتبسطك وانت رايح الشغل، صيف ولا شتاء؟ عشان الموضوع الاحساس مختلف طبعا. يعني انت بداتي قلتي ايه، احنا لينا شويه طقوس ويمكن ظروف الشغل بتاعنا كصباح الخير يا مصر بتكون ظروف يعني ذات طبيعه خاصه انا بشوفها كده، لكن السؤال تسالوهوني برضه هتروح شغلك في صباح الخير يا مصر او هنا يعني صيف ولا شتاء؟ هو انت كده كده بتيجي صيف وشتاء باجي صيف وشتاء، بس ايه الحاجات اللي بتخليني سعيد؟ لان احساسي في الشتاء، وعلشان الساده المشاهدين يعني يكونوا حاسين باحساسي في الشتاء هبسطها لهم، احساسي في الشتاء هو احساسنا واحنا صغيرين لما كان بيدخل الشتاء ونبقى تحت اللحاف وكانت ماما تصحينا عشان نروح المدرسه. طبعا وصلت الاحساس؟ وصل. هو ده اللي احنا بنحس بيه في الشتاء بالظبط يعني. وصل. خاصه يعني كان التاني مع الفارق، كنت بصحى المدرسه عشان اروح المدرسه كانت بصحى الساعه 7 الصبح، لان بصحى الساعه 4 الفجر. لا الجو بيبقى مختلف. ما بقول لك الجو مختلف. كل حاجه بتبقى مختلفه في الوقت ده. صحيح، لكن انا عندي طقوس دايما لازم اللي انا اعملها علشان خاطر انزل الشغل. اول حاجه ما بعرفش انزل غير لما اكون شارب قهوه. ده بدايه الكلام عشان نبقى متفقين، اشرب القهوه، ولو شربت ما شربتش القهوه بحس ان في حاجه غلط في اليوم.
برضو الحاجه اللي زيها لازم اخد شاور قبل ما انزل. لو ما خدتش الشاور ده قبل ما انزل بحس ان انا اليوم عندي لسه عارفه لسه نايم لسه ما فقتش. لازم راسي تنزل تحت الميه احس ان انا عارفه خلاص بقى انا كده خدتيني من الف. اقول لك ايه، لا وفي الشتاء الموضوع بيبقى صعب قوي كمان. صحيح، بس لازم. لا طبعا لو ما عملتش كده بحس ان انا لسه نايم لسه في مود النوم، حتى لو نزلت انا لسه نايم في حاجه غلط في اليوم. تاني حاجه بالنسبه لي اللي انا ببتدي طبعا زي ما انت ما قلتي اصلي وابتدي اللي انا فيه اذكار بقولها وانزل واتوكل على الله، اعقلها واتوكل. لازم اعقلها واتوكل، هو ده يومي. بس في حاجه مهمه قوي انت لفتي نظري ليها وهي يمكن فعلا بتاثر فينا بشكل سلبي من غير ما ناخد بالنا، لو قابلنا حد مش بيضحك تبسمك في وجه اخيك صدقه فعلا. يعني حتى كمان علماء النفس كلهم قالوا ان دي بتبقى زي طاقه بتنقلها من شخص للتاني، تحديدا بدايه ساعات اليوم لما بتشوف حد وشه بشوش بيضحك بتحس ان اليوم فيه طاقه، اليوم فيه خلاص ان شاء الله اليوم ده حلو. احيانا حتى بنلاقي الناس بترتبط، مثلا على سبيل المثال انا شفت جمانه النهارده، جمانه من عادتها ان هي دايما يعني اهي بتضحك ففكره ان انا لما بشوف جمانة خلاص بقى انا كده الحمد لله اليوم بالنسبه لي. لا والله في ناس بترتبط، والله لا مش انا يعني، بس يعني عشان بس شكرا. في ناس الموضوع بيرتبط معايا يعني، اعتقد انت في هقول لك ايه مثلا، وليكن عامل نظافه من اللي موجودين في الشارع بيبقى احيانا عارفه ملامح وشهم البسيطه دي والكرمشه اللي في وشه، عارفه اللي هو تحسي قسوه الزمان عليه، ورغم ده تلاقيه بيضحك. انت دايما لما بتشوفيه لا ارادي كده تحس ان هو ايه، لا انا خلاص يومي ظبط. أيوة ولو ما لقيتهوش طبعا يا جماعه ما حدش يقدر يقول غير كده. لا لا طبعا عاوزه تعيني في غلط على الصبح ولا ففكره ان انت لو ما لقيتيش الشخص ده بتحس ان هو ايه ده، هو فين، في حاجه غلط، بتحس ان انت متضايقه جدا وانت رايحه الشغل. فهي دي فكره الطاقه الايجابيه اللي انت بتاخديها من الاشخاص دون ان تشعري. لا وفي ناس احيانا تلاقيها دخلت المكان كده بتصبح على كل اللي في وشها وبتسلم على كل اللي في وشها، فدي بتبقى دي بتبقى بتحس فعلا بألفه كده، بألفه بينك وبين الناس حتى لو ما تعرفهمش. يعني حتى لو في حد مثلا واقف حراسه على مكان الشغل حتى لو ما تعرفوش، فكره انت تدخل وتصبح عليه او تسلم عليه صحيح. دي برضو اعتقد ان هي حاجه لطيفه زي ما انت قلت، هي صدقه يعني صدقه بتحس ان في عشره، عارفه اللي هو كانك مرتبطه بشخص حتى انت ما تعرفوش. يعني في ناس تدخل تطلب منك الحاجه، انا بتكلم هنا بقى على المصالح الحكوميه، يا ريت كلنا نلتمس مش هقول لك عذر واحد، الف عذر وعذر لكل الشخص بيقدم لك خدمه، لان اللي بيقدم لك خدمه على الصبح ده انت ما تعرفش هو نازل ايه اللي عنده، بيته فيه ايه، ايه المشاكل اللي عنده، فما يبقاش اللي عنده وانت كمان يعني ما تزودش الحمل عليه، ابتسم في وشه ده بيقدم لك خدمه، والله بالابتسامه هتاخد عينين الاثنين، هتقدر اللي انت من خلال ابتسامتك وصباح الخير انا جاي عاوز كذا من حضرتك، عمره ابدا ما هيرد الابتسامه دي بعنف او يعني تكشيره او اللي هو يتقاعس عن تقديم الخدمه ليك. اعتقد حاجات بسيطه قوي لو عملناها جمانه بتبتدي تخلي امورنا حتى كمان في التعامل اسهل. طبعا زي ما انت قلت هي الفه وبتبقى عشره وطاقه ايجابيه في المكان، وبتحس كده ان ربنا بيسهل اليوم وبيبقى صحيح. لطيف حتى لو ايا كان المشاكل اللي عندنا، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ظروف، كلنا عندنا حاجات ممكن تكون مضايقانا، بس فعلا طول ما احنا مركزين على الحاجه اللي مضايقانا او على الموقف اللي بنمر بيه ايا كانت صعوبته بجد بنحس بيه اضعاف مضاعفه. لكن لما يعني بنسيب كل حاجه كده وبنرمي حمولنا كلها على ربنا وبنحاول ان احنا يعني نبتدي يومنا بطاقه ايجابيه ونحاول ان احنا نكون بشوشين في وش الناس، بنضحك بدين يومنا حتى ان احنا واثقين في ربنا وسايبين بقى الباقي عليه، اعتقد اليوم بيمشي اسهل وبيكون علينا احنا كمان اسهل. على اي حال ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ايه اكتر حاجه بتخليك سعيد وانت رايح الشغل؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك زي ما قلت حضراتكم، وكمان مستنيين اجاباتكم ومشاركاتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.